بالمختصر بما انه هيك كتير دارجة قصة الريلز، فانا حاعطيكم هيك ريلز على السريع لكن على الواقع. 10 دروس بس، 10 خلص بتصير ناجح تمام، مو بس ناجح يعني بتصل للقمة. تسبيني انا لانه وصلت من زمان، فانتوا لا بتطلعوا قمة اكتر. وكلها مستوحات من تجارب وكلام يعني علمي، لا تستقلوا بهذا الكلام اللي حاحكيه ابدا. طبعا اللي بيحب يسجل ملاحظات يسجل. الشغلة الاولى انه لازم طالب العمارة من وقت يفوت عمارة يبلش دغري يشارك تجاربه. ليش؟ لانه نحن بحاجة نسمع تجاربه، خاصة من طلاب السنة الاولى. طالب السنة الاولى لسه فات على العمارة، هالتجارب قال بتكون كتير مفيدة. فكتير يعني كتير مهم سنة اولى تانية لو سنة ثالثة مقصر بالوضوع، يعني شاركوا تجاربكم مع الكل، شيء بتعرفه ما بتعرفه ما بيأثر، غيرك بجوز ما بيعرفه. الشغلة الثانية انه فعلا بهذا الزمن نحن ما عاد في كتير في فرق بيننا وبين الدكاترة. يعني الدكتور قد عمره 60 سنة، خلص نحن هلا بهذا العصر ما عاد في هذا الفرق والمسافات، صرنا مثل بعض، نحن والدكتور مثل بعض، بس فرق شوية عمر، هو شايب نحن لسه ما شبنا تمام. وايضا قال الجامعة يعني اللي بده يتفوق فيها ببساطة يعطيها كل وقته. يعني انا صراحة قصرت بهذا الموضوع لهيك ما تفوقت يعني الحمد لله. ايضا قال لازم تكون مرن، يعني مثلا مشروع ما بيتناسب مع مبادئك ما في مشكلة، تنازل عن مبادئك، غير قيمك وغير الشيء اللي انت متعود عليه ما بيأثر، تتعود تمام. يعني هذا المجال بده ناس مرنين، ما بده واحد خلص انا هيك والله انا هيك ابي علمني وهيك تربيتي المنزلية، لا بده ناس هيك متفاعلين اكثر تمام. ايضا قال لازم تبتكر مباشرة، يعني مجالنا بيعتمد على الابتكار، ما في داعي تقعد تقلد وتشوف المعماري فرانك لويد رايك شو عمله، خلص انت ببلش من عندك، هو مو احسن منك ولا احسن منك على فكره. الرسم اليدوي يعني اسف اني عم اقول هالكلام، وبعرف صرنا بالدفعه 16 مهارات تقديم يدوي وقريبا دفعه 17، الرسم اليدوي خلص يعني هلا مع الذكاء الصناعي وقرض خلص، يعني عزائي لكم جميعا تمام. الانترنت صراحه ممكن حاليا يغنينا عن القراءه والكتب، يعني القراءة تقعد تقرأ كتابين مشان تأخذ فائدة، ممكن ريلز قد 30 ثانية بيصل للدقائق بالكثير، بيعطيك خلاص ملخص، ليش تضيع مصاريك ووقتك كله. أيضا شغل مشاريع الطلاب يعني بما أنه الوضع الاقتصادي مؤخرا كثير زاد فخلص مسموح ما في مشكلة، كنا قايلين في عليه مشاكل ما وعملنا مشاكل مع العالم، خلص اللي بيحب يشتغل مشاريع طلاب الله ييسر له تمام. اذا حدا بده يشتغل له انا جاهز. ولا تسترخصوا بشيء، يعني مثل تفوت على هالمجال لا تقول والله هي المسطره غاليه جيبها رخيصه، لا جيبها، لو بدك تبيع بيتك ما في مشكله تمام، يعني لانه انت بالنهايه عم تتعلم هذا راس مالك، بكره ان شاء الله بس يصير معك مصاري اذا اشتغلت مثلا يعني بعد ما تخرج بتجيب لابوك مسطره بداله تمام، او بتجيب بدال البيت اللي بعتوه. الشغله الاخيره العلاقات، ثم العلاقات، اصحك تطلع من الجامعه مالك متعرف لك على شيء 5 6 بنات، والبنات اصحكم ما تطلعوا متعرفين على الشباب. العلاقات كثير مهمه يا جماعه خصوصي بالمجال تمام. ما عم تضحكوا كانه طيب هلا منيح معي يعني وصلت الفكره ما. طيب هلا ايام نضطر صراحه نحكي صوره عكسيه بس لنحس بالشيء اللي نحن عم يصير بيناتنا، لان هذا الشيء يعني مو مبالغه على فكره، انا ما عم بالغ عن جد، هذا الشيء يعني موجود بيناتنا هلا هيك بيقولوا، كل هالشغلات اللي عم نشوفها على فكره هيك بيقولوها، وكم واحد بالجامعه معلمنا اياها او عم نتصرف على اساسها. بتلاقي عن جد يعني لسه سنة أولى ها الأسطورة، أسطورة ما بعرف شو، هدي صلي على النبي يعني بس أقول بسم الله لسه ما فتنا. بس هذا الكلام حتما غير صحيح، اللي كان مركز معي وهلأ راح تركيزه الكلام اللي حكيناه غير صحيح، ما تقولوا هيك تعلمنا بالمحاضرة تمام.